المرسلين عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي صاحبة الكاس المفتوح صاحبة التوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء. سلام ممثل المدام سلام. 7:27 و5 أجزاء من الثانية، تهانينا البن كليب على هذا الفوز. بينما شوط البندقية ضمن الأشواط المفتوحة ذهب مع شواش عبد العزيز بن سيف بن علي بن كليب الاكتبي ب7:30 4 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز. يأتي الشوط الثالث وكاس الانتاج ضمن الأشواط المفتوحة ذهب مع ندى خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي بقيادة حميد بن محمد برامس اليحافي 7:37 3 أجزاء من الثانية، سلام قميرة سلام. شوطنا الرابع ذهب مع منزاح ليهدي السلامات إلى أبناء قطر، إلى أبناء ميدان الشحانية حمد بن جار الله بن حسين البريدي 7:32 و9 أجزاء من الثانية، وتحية خاصة من محمد بن علي بن الحميد المنصوري لهذا الشعار. الشوط الخامس والأشواط الخاصة بمقيض الدار ذهب مع مذيار عبد الله بن محمد بن زايد المنصوري ب7:35 وفاء وتماما وكمالا. بينما الشوط السادس ذهب مع النشمي لأحمد بن عبيد بن نور العامري الذي أكد البندقية ب7:38 6 أجزاء من الثانية، سلام إلى بن نور السلام على هذا الفوز. بينما يأتي الشوط السابع الذي ذهب مع شدايد عامر بن محمد بن زايد المنصوري ب7:33 4 أجزاء من الثانية، تهانينا لمحمد بن زايد بخلفان المنصوري. بينما يأتي الشوط الثامن الذي ذهب مع شديد وأكدوا أبناء سويحان هذا الحضور مع الشداد أحمد بخلفان بالصايغ المزروعي الجنتلمان بخليفة 7:25 وجزءا واحدا من الثانية، تهانينا والناموس. الشوط التاسع ذهب مع الفائز خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي وأكد هذا الفوز مع الفائزة التي لم تذق الهزيمة في هذا الموسم والعصافة الأبطان 7:36 جزءا واحدا من الثانية. بينما الهداف من أصاب هدف الختام هنا مع خزامة هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، تهانينا لأبو حمد، تهانينا لأبو راشد على هذا الفوز ب7:41 4 أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدينا الأعزاء.